بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي الزهراء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السادة الحضور، مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. بهذه المناسبة العطرة، مثل ما تعلمون أقيم أسبوع الإمامة، وإن شاء الله يتكلل بالنجاح إلى دورات قادمة إن شاء الله. عنوان البحث أو عنوان الدراسة هي سيرة الإمامين الحسنين عليهما السلام في رؤية الاستشراق الإيطالي. في البداية، لا تزال الدراسات الاستشراقية هي مثار جدل لدى الباحثين المشرقيين. يعني البعض يرى أن الدراسات الاستشراقية هي دراسات بأكملها وبأجمعها غير منصفة وغير دقيقة. البعض الآخر لا، يرى أن جزء من هذه الدراسات أو بعضها هو يحمل طابع الإنصاف. احنا على العموم ناخذ الفكرة أنه النص أو الخطاب الاستشراقي هو متهم بعدم الحيادية أو بعدم الأمانة أو بعدم الموضوعية، ولكن لازم نثبت إدانته من خلال تفحص هذا الخطاب الاستشراقي الموجود لدينا في المصادر الاستشراقية. تلك الدراسات الاستشراقية لها أهمية في مجال الدراسات التي تعنى بالحضارة الإسلامية ورموزها، لأنها تعبر عن رؤية الآخر للحضارة الإسلامية، لا سيما أن الرموز الإسلامية تناولوا أغلب الرموز الإسلامية الموجودة بالحضارة الإسلامية بالنقد والتحليل والدراسة. لذلك الدراسات الاستشراقية دراسات مهمة. هذه مقدمة حتى قبل لا ندخل بالموضوع أو أصل بالموضوع، إن شاء الله راح أختصرها لأن هذه المقدمة مهمة حتى نعرف أهمية الدراسات الاستشراقية. ما تحويه تلك الدراسات عن الجانب الآخر من صورة موضوعية أو غير موضوعية في ظل هذا الجدل القائم، طلب الأمر الاهتمام بكل ما دونه الاستشراق عن الشرق سواء كان سلبا أو إيجابا، وفي ضوء تنوع العوامل التي كانت ولا تزال تحرك الظاهرة الاستشراقية، تطلب الأمر إلى تكثيف دراساتهم عن التشيع بصورة عامة، وأهل البيت بصورة خاصة لما لهم من دور وتأثير في الأحداث التاريخية، خاصة في بداية الإسلام المبكر، وازداد هذا الاهتمام بعد أن سطع نجم التشيع في تاريخ الحديث والمعاصر. في ضوء هذين الأهميات هذا الاتجاهان، كانت هناك صورة مسبقة دونت أو نمطية دونت في العقلية الغربية عن الإسلام وتاريخ الإسلام ورموز الإسلام. ومن ضمن هذه الشخصيات التي اهتمت بها بالدراسة هي شخصية الإمام الحسن والحسين عليهما السلام. لذا ستعمل الدراسة على ما كتبته إحدى الكاتبات الإيطاليات تمثل المدرسة الإيطالية. في الجلسة الصباحية قام الدكتور ليث العتابي جزاه الله خيرا بتفحص الخطاب الاستشراقي بالنسبة للمستشرق هنري لامنس اللي هو يمثل المدرسة الفرنسية. طبعا خطاب هنري لامنس كان هو في موسوعة الإسلام أو ما يعرف بدائرة المعارف الإسلامية لإنسيكلوبيديا أوف إسلام في طبعتها الأولى. في الطبعة الثانية من موسوعة الإسلام تم تغيير مقال هنري لامنس بمقال المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاجيلاري. هذه المستشرقة الإيطالية هي اللي أخذت على عاتقها كتابة مقال الإمام الحسن والإمام الحسين بعد أن حذفوا مقال هنري لامنس. طبعا الدراسة قسمت إلى أربعة مباحث وخاتمة، شمل المبحث الأول تعريف الاستشراق والمستشرق كمصطلح والتعريف بالمدرسة الاستشراقية الإيطالية والمسار البحثي للمستشرقة الإيطالية فاجيلاري. أما المبحث الثالث فكان حول سيرة الإمام الحسن في رؤية المستشرقة فاجيلاري، والمبحث الرابع هو سيرة الإمام الحسين في رؤية المستشرقة فاجيلاري. الباحثين المتخصصين يعرف أنه تعريف الاستشراق هو الخطاب الذي أنتجه الغرب عن الشرق، هذا أبسط تعريف للاستشراق. أما كلمة المستشرق هو المتخصص في الدراسات الشرقية، باعتبار أنه الغرب فتح مراكز لدراسة الشرق والحضارة الإسلامية في الجامعات الغربية. هذا كمختصر لتعريف أو المبحث الأول.
أما عن المدرسة الإيطالية، المدرسة الإيطالية غنية عن التعريف، وهي قديمة ترجع علاقاتها بالشرق حتى إلى ما قبل الميلاد، لكن ازدادت هذه العلاقات ما بين إيطاليا والشرق بعد الفتح الإسلامي لجزيرة الصقلية والتماس اللي صار ما بين المسلمين وشعوب الإيطالية، فزادت هذه العلاقات. لذلك هاي زيادة العلاقات أثرت على المدرسة الإيطالية. المدرسة الإيطالية مقر مثل ما يعرف الجميع هي مقر الديانة المسيحية، يعني الفاتيكان يمثل رمز الديانة المسيحية، لذلك أهمية حركة التبشير بالدين المسيحي كانت تنطلق من الفاتيكان أو مركز الديانة المسيحية في الفاتيكان. لذلك كان وجود مركز الديانة المسيحية أهمية كبيرة في حركة التبشير بالدين المسيحي في دول المشرق. كان التوجه في إيطاليا إلى دراسة الشرق، فتبنى الفاتيكان الاهتمام بالحضارة الشرقية وبدأ في فتح مقاعد دراسية في الجامعات الإيطالية، خاصة جامعة بولونيا منذ عام 1076 ميلادية، وفتحت مراكز دراسية منها المعهد البابوي للشرق، وتأسيس مجلات متخصصة مثل مجلة الدراسات الشرقية وجمع المصادر من المشرق حتى يتم تحقيقها ودراستها مثل الجامعة أو المكتبة الفاتيكانية. بالنسبة إلى المستشرقة لورا فيشيا فاجليري، هي مستشرقة تخصصها اللغة العربية والحضارة الإسلامية، هي خريجة جامعة نابولي. البعض يدعي أنه أو يقول أنها هي منصفة تجاه الإسلام، في خطاباتها منصفة تجاه الإسلام، وبالفعل عندما تقرأ بعض الكتب أو الإصدارات للمستشرقة، يعني عندها كتاب دفاع عن الإسلام، العنوان يوحي أنها كاتبة منصفة تجاه الإسلام. عندها كتاب ثاني محاسن الإسلام، أيضا كانت تتناول به الإسلام بصورة إيجابية، لكن لما تشوف خطاباتها البقية تجاه سيرة الإمام الحسن والحسين، لا نشوفها تأثرت بالمرجعيات أو نسميهم إحنا المستشرقين الأوائل في الخطاب الاستشراقي. طبعا هي عندها بحوث كثيرة في الجانب الاستشراقي، خاصة في دائرة المعارف الإسلامية أو موسوعة الإسلام في الطبعة الثانية فقط، أما الطبعة الأولى فهي لم تكن مشتركة فيها. بالنسبة إلى سيرة الإمام الحسن، قبل الجلسة الصباحية تناول الدكتور ليث العتابي سيرة الإمام الحسن عليه السلام في دائرة المعارف، لكن في رؤية المستشرق هنري لامس. أنا حاول أختصر القليل من رؤية الإمام الحسن حتى لا أكون خرجت عن هدف الجلسة اللي هو مختصة بالإمام الحسين عليه السلام. في البداية حاولت المستشرق لورا أن تنتقل روايات انتقاء من خلال المصادر الإسلامية، يعني اتبعت المنهج الانتقائي بالروايات. على سبيل المثال تقول عن الإمام الحسن وحتى تنطبق على الإمام الحسين عليه السلام، وسماه النبي الحسن في حين أن أباه كان يريد أن يسميه حرب. هاي الرواية طبعا هي موجودة في المصادر الإسلامية، وأول من ذكرها هو ابن إسحاق المتوفي 151 هجرية، حتى ابن سعد أيضا ذكرها في طبقاته كرواية عن تسميات الحسن والحسين. لكن نجي لهاي الرواية، لما نجي لهاي الرواية نقلت عن الإمام علي عليه السلام، نشوفها ابن إسحاق يقول عن هاني بن هاني عن الإمام علي عليه السلام، وينقل الرواية أنه لما ولد الحسن سميته حربا، قال فجاء رسول الله فقال أروني عن بني، قال ماذا سميتمه؟ فقال سميته حربا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسمه حسن. هذه الرواية بالأصل هي رواية، يعني مو مثل ما نقول احنا هي حرة وبريئة، أنه مجرد رواية بريئة يريد يبين بها تسمية الإمام الحسن، لا، لها أهداف تريد تبين أنه السجايا للإمام علي عليه السلام كان متعطشا للحرب والدماء، لذلك حتى هذه السجايا الموجودة في وجدانه تأثر بها كشخصية في تسمية أبنائه. نشوفه يكرر هذا الأمر مع الإمام الحسن، مع الإمام الحسين، أنه لازم يسمي الإمام ابنه حرب، لكن النبي لا، يبلغ أنه لازم يسوي العفو، يطلق عليه الحسن ويطلق على الآخر الإمام الحسين. طبعا هو الراوي اصلا هو الراوي مجهول، لم يعرف هاني ابن هاني، لكن من هو هاني ابن هاني لم يعرف، وحتى كتب الطبقات ان تبحث عن الشخصيه ما تجد الا ترجمه
واضحة لهذه الشخصية أو ما تجلى أي وجود في ترجمات الكتب. الرواية تريد الإيحاء عند الإمام علي عليه السلام كان يعيش في عمق وجدانه هاجس الحرب والقتال، لتكون نتيجة ذلك ميله الشديد لممارسة قتل الناس وإزهاق أرواحهم، مما يعني أن حروبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نابعة من سجية دموية وانعكست على تسمية أبناء الحسن والحسين. طبعا مثل هذه الروايات لا تأثرت طبعا بالخلافات السياسية الموجودة في بداية تدوين، بداية سيطرة الدولة الأموية على مقاليد الحكم، بداية تدوين الروايات التاريخية. لذلك الخلافات السياسية وما خلفته المنازعات من ضغائن هي التي دست مثل هيك روايات أو مثل هكذا روايات في حق أهل البيت عليهم السلام. زيادة على أنه إن شاء الله، بس خلنا أوضح هاي الشغلة، زيادة على أنه الإصرار الإمام علي على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي يحمل رؤية والإمام علي يحمل رؤية مخالفة لهذا الرؤية، وهذا أكيد بعيد عن خلق الإمام علي، عفوا خلق الإمام علي عليه السلام في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. المستشرقة أيضا حاولت نفي كل فضيلة للإمام الحسن عليه السلام، تقول هي هذا بغض النظر أنه عن مقال هنري لامس اللي تناولها في الجلسة الصباحية، تقول ما كان خلو المصادر عن أي مدح في ذكائه أو مهارته أو أقدامه أمر يدعو إلى التساؤل، لقد كان الحسن شخصية تتألق بما انعكس عليها من نور بعث من جده وأبيه. مثل ما يعرف السامع أنه السلطة التدوينية هي اللي تولت عملية التدوين، سواء سيرة أهل البيت صورة عامة أو سيرة الإمام الحسن أو الحسين، وخاصة الفرع الحسني كان من أكثر الفروع اللي تعرض للإقصاء والتهميش، لأنه هو أول دخل في صراع مع الدولة الأموية وأحفاده دخلوا في صراع مع السلطة العباسية. لذلك نشوف سيرة الإمام الحسن تعرض للإقصاء والتهميش أكثر من غيرها. عدها في مقولة تحاول التشكيك في مكانة الإمام الحسن ومكانة الإمام الحسين، سواء درجة هذا الكلام في مقال الإمام الحسن أو في مقالة الإمام الحسين عليه السلام. تذكر بها تقول يستخلص الشيعة من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وضحت بمقال الإمام الحسين أنه هذا القول مهم جدا في نظر الشيعة، وذلك لأنهم اتخذوا مبررا من المبررات الأساسية لحق سلالة النبي في الإمامة. هنا المستشرق تريد تبين أنه هذه الأحاديث استفاد من عدها الشيعة في بيان أحقية الإمام الحسن والحسين في الإمامة، ولكن اتهمت الشيعة بوجه التحديد، ما اقتصرت أنه قالت المصادر الإسلامية، لا قالت الشيعة بالتحديد، مع أن المصادر الإسلامية بصورة عامة ذكرت هذا الحديث وخاصة من المدرسة الأخرى، وما اقتصرت على المدرسة الشيعية اللي حاولت تبنى هذا. الأمر الآخر أنه الإمامة مو منصب سياسي حتى تكون تتداولها، يعني هي ما فرقت ما بين الخلافة والإمامة، الإمامة ما يشترط بها السلطة السياسية تكون، أما الخلافة فهي منصب سياسي، لذلك هي ما فرقت ما بين منصب الإمامة والخلافة كمنصب. يعني إن شاء الله راح أنتقل بغض النظر عن الدوافع المادية اللي أكررت عليها بعد ما يعني مثل ما تقول كتغيير للمقال، أكدت عليها دافع المادي للصلة وشبهة كثرة الزواج والطلاق. أيضا الأمر الآخر مسألة استشهاد الإمام الحسين، بس أوضح هاي النقطة وأنتقل إن شاء الله للإمام الحسين عليه السلام. هذه النقطة تحاول قلت توفي الحسن بعد مرض طويل، هنا تريد تثبت أنه الإمام الحسن لم يقتل أو لم يسم، قل لا قتل بعد مرض طويل أصاب به وقتل أو توفي. هناك روايات ثانية تقول أو مات بالسم، يعني الرأي الأول أنه مات بسبب المرض، لكن الرأي الثاني تقول لا مات بالسم دسته له في قول كثير في المصادر زوجته من زوجاته اسمها جعدة بنت الأشعث. هي حاولت تضعف هذا الرأي الثاني اللي هو يتهم الدولة الأموية بدس السم إلى الإمام الحسن عليه السلام وخلت الوفاة طبيعية بسبب المرض. طبعا هو استشهاد الإمام الحسن عليه السلام بروايات كثيرة، واحدة من الروايات أنه جعدة بنت الأشعث هي اللي سمت الإمام،
رواية ثانية بنت سهيل بن عمرو هي اللي سمت الإمام. رواية ثالثة خادم الإمام الحسن هو اللي دس السم للإمام الحسن. فهي روايات متنوعة ما تقتصر على شخصية واحدة، لكن إذا نجي نتفحص كل الروايات نلقى المخطط الوحيد لهذه الروايات هو بتدبير معاوية والسلطة الأموية في قتل الإمام الحسن عليه السلام. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ننتقل إلى شخصية الإمام الحسين عليه السلام. حاولت تشويه صورة الإمام الحسين عليه السلام، تقول لم يكن الحسين شخصية متميزة حتى بعد وفاة علي بن أبي طالب، وشاهد ذلك ماثل في علاقته بمعاوية. حاولت تبين أنه العلاقة ما بين الإمام الحسين ومعاوية كانت علاقة ودية وطيبة، حتى أنه كانت زيارات ما بين الإمام الحسن والإمام الحسين. أيضا بينت على مسألة خلاف الإمام الحسن الحسين مع أخيه الإمام الحسن في مسألة الصلح، حاولت توظف هذا النص في هذه المسألة. هذا النص طبعا هو معاوية نفسه هو يعترف أنه كل ما اتفق عليه من بنود الصلح مع الإمام الحسن قال سأضعها تحت قدمي، يعني هو نبذ كل بنود الصلح أو كل ما تم الاتفاق عليه نبذ في مسألة ما بعد من تسلم السلطة. هي المستشرقة تريد تبين أنه الإمام الحسين راح إلى معاوية أو ذهب إلى معاوية حتى يستلم الهبات اللي تم الاتفاق عليها في الصلح مع الإمام الحسن، لذلك تحاول تبين أنه العلاقة الطيبة مع السلطة الأموية، مع أنه الإمام الحسن هو كان المنادي في ظلم السلطة الأموية وما قام به معاوية بالتحديد بعد مقتل أو استشهاد الإمام الحسن عليه السلام وقتل الصحابة حجر ابن عدي وغيرهم من صحابة رسول الله، وكان يتهم بتغيير سنة رسول الله، فكيف يكون على علاقة طيبة وودية مع السلطة الأموية؟ حاولت تبين الصورة الانهزامية للإمام الحسين، تبين أنه نجح الحسين في تأجيل البيعة يومين وفر آخر الأمر. عندما طلبوا الإمام الحسين أنه يبايع على الدولة الأموية هنا وظفت كلمة الفرار. كلمة الفرار طبعا هي ما واردة بالمصادر المتقدمة، لكن هي واردة بالمصادر المتأخرة، موجودة صح في المصادر الإسلامية ولكن في المصادر المتأخرة، يعني يذكرها ابن عساكر المتوفي 774 وهو معروف ابن عساكر يتبع المدرسة الشامية المخالفة لأهل البيت. هذا بعد المسألة الأخرى أنه الإمام الحسين كان في متردد في مسألة الدخول في الحرب مع الدولة الأموية، حتى أنه كاد أن يتراجع بعد سماعه بمقتل مسلم بن عقيل. يعني هذا النص حاولت توظفه في نأجل الطعن أو تشويه صورة الإمام الحسين. فالرواية هي بالأصل علم من بعض المسافين أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهاني بن عروة في الكوفة، وكان قريقا بني عود أدراجه، يعني الإمام الحسين راد يرجع لولا إصرار آل عقيل إلى الدخول بالحرب، هم اللي أثنوا عن الانسحاب أو الرجوع إلى المدينة، لكن إصرار آل عقيل خلته يتراجع عن قراره. طبعا هي نص الرواية يذكرها البلاذري بس مو بهذه الطريقة اللي وضحتها أو وظفتها بصورة مغايرة المستشرقة، لا، هي الرواية أنه اللي جاء بالخبر هو اللي طرح على الإمام الحسين أنه يتراجع، لأنه شاهد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجران في أسواق الكوفة، لذلك طلب من عندهم أنه يعودون، وهذا ما رفض الإمام الحسين وحتى آل عقيل. ماشي إن شاء الله راح أدخل بالنتائج إن شاء الله. التوصيات أنا أضم صوتي لصوت زميلي الدكتور ليث العتابي أن تكون هناك موسوعة متخصصة بالدراسات المعنية بالتشيع والترجم إلى لغات غير العربية. طبعا العتبة العباسية سباقة بهذا المجال، خاصة عندهم أو أصدرت مجلة بالدراسات السيرية ترجمت إلى أكثر من لغة وصدرت أكثر من عدد من عدها في هذا المجال. العمل على ترجمة النتاجات الاستشراقية لتهتم بدراسة أهل البيت ويتسنى تفحص ذلك النتاج الاستشراقي وبيان مدى موضوعية ذلك النتاج في طرحه لسيرة أهل البيت. طبعا الهدف كان من موسوعة الإسلام أو انسايكلوبيديا أوف إسلام هو
هذه السيرة أو الحضارة الإسلامية تقدم إلى القارئ الغربي وليس إلى القارئ الشرقي، لكن هي بعد فترة من الزمن تمت ترجمة قسم من عدها وتم تقديمها إلى القارئ الشرقي. طبعا تأثرت المستشرقة فاجيلاري بالمرجعيات الاستشراقية أو المستشرقين الأوائل، فتأثرت بما طرحه في الهاوزن بمسألة فرار الإمام الحسين أو هذه الكلمة، وما طرحه هنري لامس. أنا آسف على الإطالة. في الآخر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. دكتور نزار جزا الله خير في بحثه. أحب ألفت نظر أن الخلافة ليست ملحوظ فيها الجهة السياسية. خلافة قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة هي استخلاف، هي أوسع من المفهوم السياسي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله هو خليفة، وهذه التسمية ضيقت بعد ذلك بحيث قبل سيد الشهداء عليه السلام كان الخليفة يرى نفسه له حق التشريع، ما مرتبطة بقضة الحاكمية. بعد سيد الشهداء عليه السلام ومدرسة الإمام الباقر عليه السلام امتاز هذا الجانب، يعني جانب العالم الذي من حقه أن يفتي، والحاكم الذي يحكم ويحتاج في حكمه إلى فتوى غيره. وهذا موضوع مهم قد الأخوة يتناولوه في زمن، يعني في عصر الإمام الباقر عليه السلام. الإمامة كذلك، الإمامة قد تكون هي من جهة أوسع شأنا، لكن باللحاظات تختلف. يعني الخلافة بلحاظ الاستخلاف، ولذلك حتى الإمامة عرفت بأنها رئاسة الدين والدنيا، ثم يقول باستخلاف عن النبي باعتبار أنها تحتاج إلى إذن من النبي صلى الله عليه وآله حتى يكون هو خليفة من؟ فهو خليفة النبي. وبما أن النبي كان له مجموعة من السلطات، فالخليفة له مجموعة من السلطات. ففي أصل يعني هذه اللفظة لم تكن تلحظ بالقضية السياسية، وإنما هذا المعنى بعد ذلك حدثت يعني نوع من النقل كما نعبر عنه، فضيق معنى الخليفة بحيث ربط بالجهة السياسية فقط، وإلا هو معناه قرآنيا أشمل من ذلك. شكرا للأخوين العزيزين جزاهم الله خيراً.